السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة المراعي بتعلن عن فتح باب التوظيف لحملة جميع الشهادات سواء الابتدائية أو الكفاءة أو الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى، في جميع مدن المملكة العربية السعودية. موعد التقديم تبدأ من يوم الأحد بتاريخ 3/12/1445 الموافق بالميلادي 9/6/2024، واستمر التقديم حتى الاكتفاء بالأعداد المطلوبة. ده نموذج طلب التوظيف. طالما موجود النموذج يبقى الأعداد لم تكتمل بعد. هتبدأ في استكمال النموذج، الاسم الأول، الاسم الأخير، ثم هنا الجنسية، الجنس سواء ذكر أو أنثى، بعد ذلك نوع ترخيص القيادة، رقم المحمول، رقم الهوية أو الإقامة، هنا اختيار المدينة، هل تقبل بالعمل في مدينة أخرى سواء نعم أو لا، المؤهلات، تختار المؤهل سواء ابتدائية، متوسط، ثانوية، دبلوم أو بكالوريوس أو غيرها من المؤهلات، الحالة الاجتماعية، ثم صندوق التعليقات بتكتب هنا أهم المؤهلات الخاصة بالتسجيل على هذه الوظائف، يعني عبارة عن سيرة ذاتية مصغرة، ثم بعد ذلك تقوم بإرسال هذا النموذج. في النهاية أتمنى للجميع التوفيق.